مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما أنتم حنجوكني مسجد أبو بكر الصديق وحانا ماشا كنت قبلنا حلفت لقوا على ما فرايي ولا فرايي مدارس هي تحفيظ القرآن ونين ورال كان ولا يرادو دكتور عبد الرحمن حسين وصدقيستي إلهينا على إنها أصيغ والد كيبو حسنات كذا هجر سيو مركا مشهد فريني تقريبا عرور جارين بقول يا مشهد دكتان تحفيظ القرآن كا عندنا كلاس روم سود سي مركا على إنها أمدا الصومالي ذا وحق كستا وقت كستا مركا آني مال مشروعيها ودوي إجا فرك بعد وأنا ميل ديني تاسنا وحنا وضنين إن دتك أن كبرى رجنو إن عروته هذا مدارس تي تحفيد كأي أي 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 جستان فرانك أي حفيان دينت الحجيو هدي دينت تير كذا لعد كير دباتوين كبرشة كت ويبابي في المدى تجي مع سيدة تجي وحتجي في dagaal lada iyo wasaqda iyo qaadka ay ku diyaatay umadana way midow midnimay keen marka umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inay midoobaan waa inay diinta xuqsiyaan waa inay ku daydaan Dr. Cabdi Rahman Hussein oo Mareykanka ku nool oo arruujisa ku soo celiyay magaaladan inay diinta bartaan inay quraanka bartaan marka waxaan leenahay haddana waxaan bilaawnay oo madaris oo hooyooyinka daada weyn كبرتان مدرسة ابن سيرين مدرسة عائشة مدرسة كلا أكويا لان بولا ريك يبولا مدينة يبولا شيخ حتى أنا وعن ما أنت كبر رجيو وأنا بالله ون مدارس يتحفيد عن أضياش ما أرتب كورا وطن المجال الجوان أجي صلاة غراء الله كريم أنت المجال سوء الهيان إيرادين لهي مراش شركة لوقته إنا فريسان أو قرآن كلا برو أنت قرآن أقانين حديث كلا برو فقه كلا برو diinta lagu baraarujiyo marka odayaasha oo yooyinka dhalinyarada gabdheena wiilasheena mutacallimiinta ku digaana waxaan rabnaa inaan u jeehooyid aan xagga sidii qur-aanka loo baran lahaa diinta loo baran lahaa markaasay bulshadan waxay noqonaysaa bulsho maarta islaamiya bulsho waxay noqonaysaa toosan bulsho ku dhisan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga salawaatullahi